هذه أدوات المكتب التي تعرضت، هذا جهاز تسجيل الصوت غالبها تعرض للإتلاف، لكن الحمد لله أنها الإعلاميين الأبطال الموجودين في المكتب لم يصاب أحد منهم بأذى. وهذه نعمة كبيرة، الكاميرا تجي بدالها، ترايبوت بيجي بداله، كل شيء بيجي بداله، إلا الإعلامي أو الشهيد أو المجاهد إذا راح ما بيرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. أبكيك يا عبد القادر الصالح، أبكي تواضعك، أبكي ابتسامتك العريضة الخلاقة على الجبهات، أبكي أخلاقك،